السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم عاصم منصور من شركة أوربكس. في النظرة اليومية للأسواق يوم 6 سبتمبر 2021 نبدأ بتداولات مؤشر الدولار الأمريكي اللي سجل ارتفاعات بالرغم من سلبية بيانات سوق العمل الأمريكي، والتي أظهرت إضافة القطاع غير الزراعي 235 ألف وظيفة مقابل التوقعات التي أشارت إلى 720 ألف وظيفة. بالرغم من مراجعة القراءة السابقة الى 1,053,000 وظيفه، الى ان ضعف اضافه وتيره الوظائف خلال شهر اغسطس الماضي تشير الى ان الفدرالي الامريكي سيتمهل في البدء في تقليص عمليات شراء الاصول المزمع البدء فيها بنهايه العام الجاري. من المعروف ان الفدرالي الامريكي بات يفكر في بدء التقليص في عمليات شراء الاصول مع استمرار تحسن الوضع الاقتصادي وخاصه سوق العمل الامريكي، ولكن ضعف وتيرة إضافة الوظائف سيشير إلى أن الفيدرالي سيفضل الإبقاء على السياسة التسهيلية نوعا ما. وبالرغم من أنه قد يتم الإعلان عن يعني التفكير في تقليص عمليات شراء الأصول بمطلع العام المقبل خلال اجتماع فيدرالي خلال الشهر الجاري، ولكن وتيرة خفض عمليات شراء السندات ستكون ضعيفة، الأمر الذي سوف يعطي يعني دعم المزيد من الدعم للمؤشرات الامريكيه وخاصه سوق الاسهم الامريكيه، بالاضافه الى استقرار نوعا ما في عادات السندات الامريكيه. ولكن بالرغم من سلبيه بيانات التوظيف شهدنا ارتفاع في معدل متوسط دخل الفرد في الساعه بنسبه 16 نقطه مئويه، بالاضافه الى تراجع معدلات البطاله بنسبه 20 نقطه مئويه الى نسبه 5.2%، الامر الذي يشير الى ان يعني هناك بعض التوازن في سوق العمل الامريكي، ولكن لا يزال معدل اضافه الوظائف بالحاجه الى الارتفاع مره اخرى اعلى 500,000 وظيفه شهريا على الاقل حتى يتم التفكير بشكل واضح في سحب السيوله من قبل الفدرالي الامريكي. وتشير يعني سيتم مراقبه المزيد من البيانات خلال الشهور المقبله، ويفضل ان يضيف القطاع غير الزراعي يعني وظائف ما بين 500,000 ومليون وظيفه حتى يتاكد الفدرالي الامريكي من استدامه التعافي سوق العمل. والجدير بالذكر ان سوق العمل بحاجه الى اضافه حوالي 5 مليون وظيفه للعوده مره اخرى الى مستويات التوظيف ما قبل جائحه كورونا. ولكن من الناحيه الفنيه تم الاشاره الى ان مستويات ال 92 هي مستويات دعم قويه للدولار الامريكي، من المتوقع ان نشهد ارتفاع تصحيحي للدولار الامريكي خلال الاسبوع الجاري امام اغلب العملات، ولذلك يفضل البيع على المدى القصير بالنسبه لازواج الدولار الامريكي. وتم ذكر ذلك التوقع في التغطيه الحيه لبيانات سوق العمل، من المتوقع ان نشهد ارتفاع الى مستويات ال 92.50، تلك المستويات سيتم مراقبتها في حال الارتداد منها هبوطا او الاستمرار الصعود الى مستويات ال 93، ولذلك على المدى القصير او على مدار الاسبوع الجاري من المتوقع ان نشهد هبوط للعملات امام الدولار الامريكي، ويفضل البيع بعد كسر مستويات ال 92 باستهداف المستويات ال 91.77 ومنها الى مستويات ال 91.50. وبالنسبه لتداولات اليورو دولار شهدنا تراجع قوي من مستويات المقاومه 1.19، اذا نظرنا الى الاطار الزمني اليومي سنلاحظ ان مستويات 1.19 مثلت مقاومه قويه لتداولات الزوج اليورو دولار، حاليا التداولات عند 1.1860، وتم ايضا اصدار توصيه بالبيع من مستويات 1.1880 بعد بيانات سوق العمل الامريكيه، حاليا يفضل تحريك وقف الخساره الى مناطق الدخول وجني الارباح قرابه مستويات 1.1850 كهدف اول، وترك بقية العقود في حال كسر ذلك المستوى الى مستويات 1.18، وتظل تلك النظرة السلبية قائمة على المدى القصير طالما استقرت تداولات الزوج اسفل مستويات 1.19، وتتحول الى الشراء فقط في حال الكسر او اختراق مستويات 1.19 باستهداف مستويات 1.1970. وبالنسبة لتداولات السي دولار، من المتوقع ايضا ان نشهد اعادة الاختبار مستويات 1.38 كمستويات دعم كانت تمثل مقاومة سابقة باستهداف المستويات 1.39 في حال ارتداد منها صعودا، اما في حال كسرها من المتوقع ان يوصل الاسترليني دولار تراجعه الى مستويات 1.3750. وبالنسبة لتداولات الدولار ين ايضا استمرار النظرة الحيادية مع استقرار التداولات ما بين مستويات 109 والمستويات 110، وتتحول للبيع في حال الكسر الواضح لمستويات 109 باستهداف المستويات 107، دون ذلك المتوقع ان تستقر تداولات الزوج بين المستويات 110 ومستويات 109. وبالنسبة لتداولات اسعار المعدن الاصفر، من المتوقع ان نشهد ايضا هبوط تصحيحي من مستويات 1830 الى مستويات 1805، يفضل البيع من الحد العلوي لنطاق التداول العرضي الموضح على رسم الجاني والشراء من الحد السفلي في انتظار كسر هذا النطاق سواء صعودا او هبوطا على مدار الاسبوع الجاي.
واخيرا بالنسبه للتداولات الداو جونز ايضا من المتوقع ان يتم استهداف في الحدود 36000، ولذلك بطل استغلال اي تراجعات لبناء التمركزات الشرائيه طالما استقرت التداولات اعلى مستويات ال 34500. كانت هذه نظره سريعه اسواق، نتمنى لكم بالتوفيق والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.